بتاع الانترنت. في البداية أحب أعرفكم عن نفسنا، معانا في التيم النهارده أحمد سمير، عبد الرحمن السيد، أنا محمد هلاوي، ياسمين علاء سيف، عزب وحسن بور. في البداية عشان نفهم يعني إيه الفاينانشال بلان في الأول، ممكن نضرب مثال يفهم الموضوع. تخيلوا معانا لو إحنا لقينا كل الفلوس اللي في العالم كلها وزعناها بالتساوي بالظبط على كل الناس، الغني والفقير ومتوسط الدخل. تفتكروا إيه اللي هيحصل بعد فترة؟ ببساطة مش هيحصل أي حاجة، بعد فترة هتلاقي الغني يرجع غني والطبقة المتوسطة ومحدود الدخل هيرجعوا زي ما هم. لأن الطبقتين دول بيفتكروا العامل المهم جدا هو الفاينانشال ليترسي أو الفاينانشال إيديوكيشن. وده من الناس اللي اتكلمت على الموضوع ده هو التاد البروجرامنج في الشركه. ده سؤال مهم، معنى كده وفيك تعال نشوف بيقول ايه. Question I ask all of the world, what does school teach you about money? And the answer is nothing. And that's not a mistake. That's not an accident. I need that, most people know that. But the way to keep the poor and middle class working hard is never teach them what the rich know. And we still tell kids to go to school, get a job, work hard, save money, and get out of debt. Now who tells them to do that? That's the most ridiculous thing there is. وزي ما شفنا المدرسه ومفيش حاجه هتعلمنا الفاينانشال اديوكيشن. اوكي طبعا النهارده سيف هيعرفنا عن موضوع عن الفاينانشال اديوكيشن. فاينانشال اديوكيشن مهم جدا تبقى فاينانشال اديوكيتد عشان ده اللي هيدينا الفاينانشال انتليجنس او الذكاء المالي اللي هيخليك تعرف تتصرف في فلوسك بذكاء. القطاع الثاني زي اي قطاع ثاني محتاج انك تدرسه وتفهمه كويس جدا، وعشان تعمل كده محتاج تفهم اربع حاجات مهمين جدا. اول حاجه هي الاكونت، هو انك ازاي تعرف تحسب الدخل بتاعك والمصروفات اللي انت بتصرف عليها فلوسك عشان تعرف تكون خطه ماليه ناجحه للمستقبل. تاني حاجه هو الانفستمنت، لو انت بتحوش فلوس بدل ما انت سايبها كده او مثلا هتحطها في البنك بفايده قليله، لا استثمر فيها احسن، وعندك مجالات كتير تقدر تعمل فيها كده زي مثلا البورصه او العقارات. تالت حاجه هي الماركت، الاسواق اللي انت هتحط فيها فلوسك دي. مش شرط تحط الفلوس كلها اللي انت محوشها في سوق واحد، لا وزعهم على كذا سوق وادرس الريسك بتاع كل واحد فيهم عشان تعرف تكمل فين. رابع حاجه هي القانون، القانون اللي بيحكم البلد اللي انت عايش فيه. في بعض الاستثمارات بتبقى غير قانونيه في بلاد معينه، وفي كمان بعض البلاد بتحط قوانين دي علاقه بالضرايب دي بتاثر على الدخل بتاعك، فلو انت عايز تكون ثروه على المدى الطويل محتاج تفهم النقطه دي كويس جدا. الاستثمار في البورصه والعقارات كل دي حاجات بتساعدك انك تكون عندك بس الانكم او دخل ثابت، وعشان نفهم النقطه دي كويس معانا الباشمهندس احمد سيف. الباسيف انكم او الدخل الثابت هو عباره عن دخل بيجي لي من غير ما انزل اي مجهود، زي اني مثلا اعمل شركه واجيب حد يديرها وانا قاعد في البيت بيجي لي الارباح اخر السنه ما بذلش اي مجهود حرفيا وصاروت اعمله فيه. دي ببساطه الباسيف انكم، بس دي حاجه بتخدع الناس انها توصل للباسيف انكم ده. واوضح لكم مثال، لو انا خيرت كل واحد منكم انه يكون عنده اكتف انكم شغال عدد ساعات معين في الشهر بياخد قصادها فلوس، او انه يكون عنده باسيف انكم مسافر قاعد في البيت ما بيعملش اي مجهود وصاروت عمال يزيد، كل الناس بتختار ايه؟ اكيد الناس بتختار باسيف انكم. احب اوضح لكم ان مفيش دايركت واي لباسيف انكم، لازم الاول اعدي على الاكتف انكم عشان اوصل لباسيف انكم، وده بيحصل عن طريق حاجتين. اول حاجه ان اشتغل ويكون عندي اكتف انكم وابتدي احوش منهم واستثمر بقى في عقارات او بورصه وهكذا، او ان يكون عندي شغل خاص انا شاطر فيه ويبني ثروتي على بقى المدى البعيد، زي مثلا لو كنت شاطر في الكتب والروايات ان انا الفه اعمل كتاب او روايه وانزله في الاسواق واخد منه فلوس، او اعمل ويب سايت للناس واعلانات منه واجيب فلوس وتزود ثروتي اكتر. تبقى ان كل ده قدامي كان يعني ايه بس انكم في مفهوم منه مهمين جدا ومرتبطين بيه هم الاسيتس واللايبلتيز. وده شرح معانا عبد الرحمن. اسيتس فيرسس لايبلتيز، الاصول مقابل الالتزامات. ايه الفرق بين الاسيتس واللايبلتيز؟ الفرق بسيط جدا، هو ان الاسيتس هي اي حاجه بتحط فلوس جوه جيبك، لكن اللايبيلتيز هي اي حاجه انت بتصرف فيها فلوسك وبتاخد فلوس من جيبك. طيب الاسيتس دي زي ايه مثلا؟ اول حاجه عندنا هي الريل استيت او العقار، واقصد هنا البيت اللي انت بتشتريه عشان تاجره او تبيعه قدام سعر اعلى، ده طبعا يعتبر نوع من انواع الاستثمار. تاني حاجه معانا هي البيزنس المشاريع، مشروعك الخاص هو اكبر جزء من الاسيتس، لان هو اللي يجيب لك العائد المادي الكبير جدا على المدى الطويل، عشان كده انت لازم تبدا تفكر ازاي تبتدي مشروعك الخاص. تالت حاجه معانا وهي الستوكس الاسهم، انت لما بتشتري سهم في شركه انت بيبقى كانك اشتريت جزء صغير جدا من الشركه دي، وده طبعا بيبقى ليه نسبه ربح. انت لو اتعلمت سوق الاسهم كويس هتقدر تحقق صوره كبيره جدا منه. طب ده بالنسبه للاسهم. بالنسبه لللايبلتيز بقى، اول حاجه عندنا وهي البيت اللي انت بتشتريه عشان تسكن فيه، معظم الناس بتكون فاكره اسهم، بس هو للاسف بيكون لايبلتي، وده لانه بيسحب منك فلوس كتير جدا، زي مصاريف الميه، الكهرباء، الصيانه، الكلام ده كله، هو ما بيدخلكش اي فلوس، فهو لايبلتي. تاني حاجه معانا هي عربيتك، عربيتك الجديده انت بتخرج مجرد ما بتخرج بيها من المعرض سعرها بيقل، وده لان العربيات عامه بيحصل لها حاجه اسمها رابيد ديبريشيشن، وهي ان سعرها بيقل في وقت قصير من الزمن، ده غير طبعا مصاريف الرننج كوست زي البنزين، الصيانه، الكلام ده. اخر حاجه معانا وهي النيو فون،
في ناس حرفيا بتغير تليفونها كل سنه وهي مش محتاجه ده، انت مش محتاج الامكانيات دي كلها، مش محتاج الشكل الجديد ده، تليفونك القديم بيأدي وظيفته على اكمل وجه. كل دي حاجات انت بتكون فاكر انك محتاج، بس هي ما بتعملش حاجه غير انها تسحب منك فلوس حتى بعد ما تشتريه. على عكس انك لو استثمرت الفلوس دي في الاسس هتقدر تحقق اضعاف اضعاف المبالغ اللي انت دفعتها، وده الهدف ان يبقى عندك اكبر قدر من الاسس، وده اللي معظم الناس الاغنياء بتعمله. الناس الاغنياء دخلها بيكون من الاسس مش من الوظيفه اللي بيشتغلوها، بس مش ده العامل الوحيد اللي الاغنياء بيعملوه عشان يزودوا ثروه. هنعرف بقيه العوامل مع حسن. في الوقت ده هنتكلم على how to reach people with richer. اول عامل عندنا اللي هم عندهم financial growth mind، يعني ايه؟ يعني هم كرييتيف او بيحاولوا يعدلوا استثماراتهم عشان لو لا قدر الله وقع استثمار منهم او كده الباقي يشيله. تاني حاجه عندهم بيعملوا نتوركينج with other successful people، يعني ايه؟ يعني زي ما المثل بيقول الطيور على اشكالها طبعا. يعني هم بيحاولوا يقعدوا مع بعض يعملوا برين ستورمنج، يقعدوا يفكروا ازاي كرييتيف اعمل مشروع محدش عمله قبل كده اكسب منه. تالت حاجه عندنا بيعملوا فوكس اون سيلف امبروفمنت، يعني هم بيحاولوا يطوروا نفسهم باستمرار عن طريق القرايه، عن طريق المحاضرات، الندوات الثقافيه. 89% عندنا من الاثرياء القراء بيقروا في السيلف امبروفمنت، و11% بس بيقروا في الانترتينمنت، شرح القصص والروايات والحاجات زي كده. رابع حاجه عندنا اللي هم نيفر كومبليت ريتاير، يعني ايه؟ يعني ما يوصلوا سن ال 60 سنه مش بيتقاعدوا مثلا شبه الموظفين عشان هم تعبوا من الشغل او الحاجات دي، لا لا لا. هم بيقعدوا سن ال 70 و 75 سنه عشان هم بيحبوا الوقت ده منهم، مش عشان هم عايزين فلوس او الكلام ده كله. اخر حاجه عندنا اللي هم بياخدوا وقت في يومهم اللي هم يعملوا ريفليكشن، يعني ايه؟ يعني انا باخد مثلا نص ساعه في يوم لحد 3 4 ساعه اقعد افكر انا النهارده عملت ايه صح؟ عملت ايه غلط؟ لا انا عايز اطور من صحتي، عايز اطور من نفسي. وزي ما العالم الكبير باسكال قال احنا معظم مشاكلنا مش بتتحل عشان احنا مش بناخد الوقت الكافي في يومنا اللي احنا بنحلها. ودلوقتي احنا اتكلمنا عن هاو تو ريتش بيبول جيت ريتش، دلوقتي هنتكلم مع ياسين ليه النورمال بيبول ما بيبقوش ريتش. البوسيبيلتي انك تبقى غني او فقير هي متاحه لكل الناس، بس كلها معتمده على المايند سيت بتاع الشخص. التارجت اللي تبقى غني او فقير هو يا اون الاوتلاين ده هندسكس معاك وايه هي الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الريتشنس بتاعت المكان. اول فاكتور عندنا هو الخوف. الخوف خايف مثلا تاخد المخاطره وتخسر فلوسك، خايف مثلا تاخد خطوه الاستثمار مثلا في ستارت يور اون بزنس، مع انك ما تعرفش لو خدت الكالكوليت الريسك ده انت ممكن توصل ايه. طول ما انت عايز جوه الكونفورت زون بتاعك وخايف تخرج منه هو ده فعلا هيمنعك من الفقر، بس في نفس الوقت هو هيمنعك من الفقر. تاني فاكتور عندنا هو السينسيزم، السخريه. انت فاهم اصلا انت بتعمل ايه؟ انت بقى مش فاهم حاجه، انت شايف كل دول فشل وانت اللي هتنجح؟ كل دي عبارات بنسمعها في حياتنا كتير وكمان ممكن نكون وراها نفسنا. طول ما انت مش واثق بنفسك، مش واثق بالسكيلز بتاعتك، عمر ده ما هيخليك توصل للفاينانشال فريدم اللي انت بتحلم بيه. لازم تتعلم حاجه كويسه انك يعني ازاي تفرق بين صعوبه الموقف نفسه وان انت مش فاهم وبين ان انت مش واثق بنفسك. اوعى عدم ثقتك في نفسك خليك نط باكل الخطوه المهمه في حياتك. تالت فاكر عندنا هو الارض والتكبر. القوه اللي اكتر ناس عرضه ان هم يخسروا الفلوس بتاعتهم هو الناس المتكبره. طب ده بسبب ايه؟ اسهل حاجه بالنسبه لهم اي حاجه انا مش عارفها فهي كده كده مش مهمه، او انا كده كده ممكن اعترض وبثقه وفي نفس الوقت ارمي الغلط على حد غيري والموضوع يكون خلص خالص. طول ما انت مش صريح مع نفسك ومش قادر تواجه نفسك في الحياه ومش قادر تبطل تطور من نفسك هو ده فعلا عمره ما هيخليك توصل للفاينانشال فريدم اللي انت بتحلم بيه. اخر فاكتور عندنا هو الباد هابت. يكون الفاينانشال ستراجل اللي بتحصل لاي بني ادم بيكون مستوعب الباد هابت. طب ايه هي الباد هابت دي اصلا؟ مثلا اوفر سبيندنج في الماني، خروجات مثلا، بيشتري حاجات مالهاش اهميه كبيره مثلا. روبرت بيساك كان عنده نفس المشكله دي، وعشان يعالج الفاكتور ده قال كوب بي يور سيلف فيرست، او بمعنى تاني حوش من الفلوس اللي انت عايزه عشان تقدر تستثمر بيه او تستارت البيزنس بتاعك، وبعد كده ادفع الحاجات اللي مالهاش اهميه كده. يعني بكل بساطه اكزامن الهابتس اللي في حياتك لان يعني في منها باد هابتس هي دي اللي بتشدك لورا ومش مخليك تحقق الفاينانشال فريدم اللي انت بتحلم بيه. دلوقتي احنا هنقدر نلخص الفاينانشال فريدم في مين بوينتس عن طريق انفوجرافيك هيشرحه لنا محمد امام. وزي ما شفنا الديفرسيفيكيشن بتاعتنا وصرفنا لثلاث نقط مهمين. اول حاجه يعني ايه فاينانشال فريدم؟ احنا بعد كل الكلام دوت احنا ما عرفناش ان الجروب بتاعنا هو الفاينانشال فريدم. ببساطه الفاينانشال فريدم هو انك تكون عايش حياه اجتماعيه كويسه في رفاهيه عاليه وفي نفس الوقت يكون معاك دخل كويس من غير ما تبقى مسؤول في الشغل او تشتغل بالثمان ساعات او شغلانتين زي ما بنشوف عشان تقدر تكفي متطلباتك اليوميه. طيب وانت تقدر توصل لكل ده ازاي؟ في فايف ستيبس ممكن يساعدوك على الموضوع ده. اول حاجه لازم تكون في الاول مثقف ماليا. تاني حاجه يكون عندك مصدر دخل بس الانكم ما تعتمدش بس على وظيفتك الاساسيه او الاكتف انكم بتاعك،
تاني حاجه انك تصرف فلوسك على الاسيتس اللي هتقعد عليك بعد ما انت عكس الابيتس اللي ممكن تكون متعه لحظيه. رابع حاجه انك تعمل فاكتورز اللي قلنا عليها اللي بتخلي ريتش يكون ليك ريتشر. وخامس حاجه عكسها انك تبعد عن الفاكتور اللي بتستوب ان انت تبقى ريتش. طيب وانا تعب نفسي اعمل كل ده ليه؟ ما انا راضي بوظيفتي وبالاكتف انكم بتاعي. ببساطه لما تحقق الفاينانشال فيو فانت كده بتحقق الامن والاستقرار وتكون مسيطر على حياتك مش بس حياتك الماديه. انت ممكن تكون قاعد في بيتك مع عيالك وتسافر وتخرج براحتك وفلوسك بمعنى اصح هي اللي بتشتغل هي اللي بتعود عليك بدخل وانت ما بتنزلش اي مجهود. وده كيو ار كود كتاب من اهم الكتب اللي اتكلمت عن الموضوع دوت من كاتب روبرت بيسيت ريتش داد بور داد وفتره صيف معانا كده بين الدكتور ومحمد سعد دنيا. تقدر تستخدم كود وتجيب اكسس. احنا كده خلصنا ومستعدين لاسئله.